وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة سحر المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. مساء الخير أستاذة سحر، وكما ذكرنا في الخبر السابق عدد من الخدمات التي تم تطويرها في وزارة التنمية الاجتماعية، لو تحدثينا بتفصيل أكثر عن هذه الخدمات. مساء الخير. طبعا بداية نشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة لإطلاع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على إسهامات وزارة التنمية الاجتماعية ضمن الفريق المعني بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن تطوير 500 خدمة حكومية. وفي ضوء تقديم الوزارة للخدمات التنموية والاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، تم تطوير وإعادة هندسة إجراءات 20 خدمة، من أبرزها مثل ما تفضلتي في الاستعراض خدمة الضمان الاجتماعي، حيث تم تقليص الفترة الزمنية لهذه الخدمة من 30 يوم عمل إلى 10 أيام فقط، مما ساهم في تسريع وتيرة البدء في الطلبات. كذلك خدمة مخصص الإعاقة تم تقليل فترة الاعتماد من 30 يوم إلى 20 يوم عمل فقط، بالإضافة إلى تقليل عدد المستندات المطلوبة لهذه الخدمة بنسبة 50%، مما يتيح للمستفيدين الحصول على الدعم بشكل أسرع وأسهل. كذلك من أبرز الخدمات المتعلقة بالحصول على الأجهزة التعويضية للمسنين، فقد تم تقليل فترة اعتماد الطلبات بشكل كبير من 30 يوم إلى 5 أيام فقط، إضافة إلى تقليل خطوات تقليب الخدمة إلى 3 خطوات، وهالشيء طبعا ساهم في تبسيط الإجراءات لكبار المواطنين. كذلك تم تطوير الاستمارات الإلكترونية لمجموعة من الخدمات الأخرى، إلى جانب تقليل الفترة الزمنية لاعتماد الطلبات وتقليل المستندات المطلوبة لمجموعة من خدمات المعاقين والمسنين وخدمات أخرى لها علاقة بالدورات والورش وغيرها. نعم أستاذة سحر، ما هي الأهداف التي تأملون تحقيقها من خلال هذه المبادرة؟ طبعا لا شك تطوير وإعادة هندسة الخدمات ساهم بشكل كبير في تسهيل وتبسيط الإجراءات متطلبات تقديم الخدمة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق الارتقاء بالعمل الحكومي والوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة وفقا لأولويات برنامج الحكومة. وبحسب البيانات اللي وردت لنا، لاحظنا وجود مؤشر واضح وتغيير ملحوظ في سرعة البت في طلبات المتقدمين، بما يلبي احتياجات المواطنين ويضمن تقديم الدعم الحكومي لمستحقيه في الوقت المناسب. نعم الأستاذة سحر المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.